الله يبارك في حضرتك. وكالعاده عاملين شغل هايل الحمد لله. ودايما انا يعني حتى من خلال لقاءاتنا يعني في النادي كل يوم والتاني اسمع من حضرتك انجاز جديد ما يا اما تم يا اما في الطريق، فانتوا بسم الله ما شاء الله وكانه خط انتاج للابطال الحمد لله. ايه سر الجمباز في النادي الاهلي؟ تعال نبتدي من الزاويه دي بشكل عام وبعد كده ندخل بقى في التفاصيل. اولا لازم نجيب الموضوع من فوق، ان لولا القياده الحكيمه للنادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب وتوفير امكانيات على درجه عاليه جدا، ودي مش حاجه سهله. اجهزه الجمباز غاليه سعرا وسيفتي ومن ناحيه الامن والامان لازم نجيب حاجات على مستوى عالي جدا. فمجلس الاداره مشكورا بقياده الكابتن محمود الخطيب، وكعاده النادي الاهلي ما بننساش اللي فات، بدايه من كابتن الباشمهندس محمود طاهر ساعد في تطوير المبنى، وبعدين جه الكابتن محمود الخطيب امر بتغيير كلي لجميع امكانيات الصاله. لما زار الصاله قالك لا احنا مش هنغير جزئي، احنا هنغير كل جميع الاجهزه اللي موجوده، شوفوا الصاله محتاجه ايه واحنا هنغير كل الحاجه اللي موجوده. فتم تطوير صاله الجمباز بالنادي الاهلي باحدث الامكانيات اللي موجوده، وده كان احد العوامل المهمه جدا في بناء الاجيال. لان الجمباز انا بلعب على الاجهزه. طب العنصر البشري بقى اخباره ايه؟ ما هو العنصر البشري ده مهما كان مفيش امكانيات طبعا مش هتعمل بيه حاجه. طبعا صحيح. يعني فريق الكوره اللي عندك المحقق انجازات عاليه مبارك له عليها، طبعا. لو الملعب بتاع الكوره نفسه مش مؤهل هيحصل اصابات، هيحصل مشاكل، اللعيبه مش هتعمل حاجه بالفريق. طبعا. فده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه احنا بنهتم باللعيبه من اول مراحل السنه الصغيره. احنا بنختار اللعيب عشان اللعيب ده مش هيلعب تحت 7 و8 و9، لا ده هيكمل. اللعيب ده اللي طالع لي بعد كده اللي هيوصل افضل العناصر لمرحله اللي هي زي ما بيسموها الكريزه بتاعت الجمباز، فريق الدرجه الاولى اللي فيه الصعوبه. فصول بصناعه البطل، الموضوع اللي انت كنت بتحب دايما تتكلم فريق الدرجه الاولى. فاحنا بنبقى عنينا على جميع المراحل اللي موجوده في الملعب وبننتقي افضل العناصر اللعيبه الموجوده عشان يتم تصعيدهم لفريق الدرجه الاولى. انا كنت ماسك منتخب مصر للجمباز، مدرب منتخب مصر للجمباز من سنه 2017 ل 2020، اردش ربنا ان انا اكمل بسبب بعض الظروف اللي هي كورونا، وكنت بترقى استاذ مساعد في الجامعه، ففضلت ان انا ايه استمر في النادي الاهلي احسن. الفتره دي لما رجعت النادي الاهلي من 2019 حطينا في دماغنا نرجع الانجاز القديم. ايه هو الانجاز القديم؟ من 2010 2015 النادي الاهلي اول مصر الدرجه الاولى. حصل لعيبه بطلت، اللي راح شاف طريقه، اللي سافر، فالفريق حصل فيه اتفرط. غير ان ظروف الحياه عندنا في مصر ما بين الثانويه العامه والجامعه بتخلي بعض اللعيبه مش قادره ان هي تكمل. النظام بيبقى صعب عليها ان هي تكمل مذاكره، طب انا هشتغل، طب انا هعمل ايه في حياتي؟ فالموضوع كان فيه صعوبه شويه. لما رجعنا كان اول هدف عندنا استرجاع المنصه، ارجع ازاي رقم واحد. طبعا الموضوع صعب اكيد، بيبدا بتكوين فريق. فريق الجمباز اللي بيلعب بينافس بيبقى 5 لاعبين. طب هل انت عندك 5 لاعبين بس؟ لا طب. لا طب 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 لو واحد لا قدر الله اتصاب، واحد حصل له حاجه، فانت كان عايز تبني مجموعه. طب المجموعه دي بناءها سهل؟ لا. اول سنه جيت قلت لهم احنا السنه دي مش هنعمل حاجه، ان شاء الله السنه الجايه نطلع منصه، اللي بعد كده احنا هنمشيها خطوه خطوه. أنا لما رجعنا كان عدد الفريق 5 6 لاعبين، احنا النهارده بفضل ربنا بنختار من 14 لاعب. كويس. بنختار من 14 لاعب وكلهم لعيبه فعلا يصلحوا لتمثيل فريق النادي الاهلي. المشكله بتبقى في ان اللعيبه دي صغيره، مفيش خبره، فاحنا بنساعد في بناء الخبره. في الحمد لله كمان الاتحاد بقياده دكتور ايهاب امين عامل بطولات دوليه، فبنحاول نشرك اللعيبه، والنادي الاهلي بيوافق ان احنا نشرك اللعيبه. وعندنا قياده فنيه حكيمه جدا من الاستاذ دكتور محمد فؤاد رئيس الجهاز، بنتشارك ونتشاور في كل الخطوات اللي لازم ناخدها. احنا هنبني الفريق ازاي؟ طب انا السنه دي مش هعمل حاجه، لا ما تعملش، خلاص احنا السنه دي احنا بنبني فريق. طب السنه الجايه عايزين نطلع على المنصه، لا السنه دي احنا عايزين نكسب. غير خطوه مهمه جدا خدها النادي الاهلي، ودي سابقه في تاريخ النادي الاهلي،
بتعاقد مع لاعب مهم جدا، اللاعب الاولمبي عمر العربي، بطل مصر وافريقيا وبطل وميداليات في كاسات عالم. كويس. فده دعم تدعيم للفريق، تدعيم هو كان المفروض يبقى موجود معايا النهارده، بس هو في معسكر عشان عنده كاس عالم. ربنا يوفقك. طب كلمنا عنه اكتر برضو دكتور كريم. لاعب عمر عربي ده لاعب قدير، لاعب قديم في منتخب مصر، بطل افريقيا مرتين على التوالي، المؤهل لاولمبياد طوكيو الفتره اللي فاتت، ما وفقش قوي في اولمبياد طوكيو بسبب اصابه حصلت له في كاس العالم اللي كان في مصر. اوكي. بس هو بيجهز ان شاء الله لباريس. عمره قد ايه؟ 23 سنه. طب